أهلا بكم إلى رأيكم. في هذه الحلقة انتقادات ومطالب متنوعة، وفيها عرض لما هو جديد من فقرات في برامجنا، وفيها أيضا أخبار سارة تأتي من زملائنا في موقع bbcarabic.com. فابقوا معنا. أريد أن أسأل، لماذا لا توجد برامج مخصصة للرياضة؟ اقتراحات وانتقادات ومطالب. أكثر من 1,000,000 زائر أسبوعياً لموقع بي بي سي. تنقل إلى الثور إلى بي بي سي. من صنعاء آراؤكم بالصوت والصورة. ولكن ما يمنع برضو أنك تكون محايد، تنقل وجهة نظر الطرفين. رسائل عديدة وصلت إيميل البرنامج تنتقد وتطالب. فكتب إلينا عاشق بي بي سي كما وصف نفسه ينتقد الخط المستخدم في الشريط الإخباري، ورسالة أخرى تطالب ببرامج جديدة للرياضة والاقتصاد، في حين كتب جمال سلمان معاتبا لماذا لم تلتزموا بوعدكم. ارتبطت عبارة هنا لندن في ذهني بذكريات الطفولة، ففي عام 1990 إبان حرب الخليج خرجنا هربا من ويلات الحرب باتجاه الأردن، وكنا حينها نستمع إلى إذاعة بي بي سي العربية. قال المذيع لحظتها: الآن دخلت مدينة العقبة ومنتجع الملك حسين 40 أسرة سودانية. ولقد كان العدد دقيقا تماما، إذ كنت أحد المشرفين على الفوج الأول عند دخولنا إلى العقبة، وكان العدد 40 أسرة بالفعل. ما أود قوله إن مسؤولية تلفزيون بي بي سي العربي كبيرة جدا للتماشي أو التفوق على إذاعة بي بي سي العربية. أريد أن أسأل، لماذا لا توجد برامج مخصصة للرياضة وبرامج أخرى مخصصة للاقتصاد كما هو الحال في الكثير من القنوات الفضائية الأخرى؟ هذه البرامج تمنح المزيد من النشاط والحيوية للقناة، ولن تؤدي إلى الملل أثناء مشاهدة الأخبار السياسية المتكررة. وعدتم سابقا في ردكم على سؤالي عن إطلاق خدمة بي بي سي موبايل أب بأن يتم إطلاق البرنامج في الربع الأول من السنة الحالية، إلا أنكم يا بي بي سي لم تلتزموا بوعدكم. أنا من متابعي بي بي سي الإذاعية منذ أكثر من 30 عاما، ومتابع أيضا لتلفزيون بي بي سي عربي منذ انطلاقته. أكثر ما يزعجني في القناة المرئية هو الشريط الإخباري، فهو مزدحم بالأخطاء الإملائية، وهذا ما لم نعهده على هيئة الإذاعة البريطانية التي يتحدث مقدمو برامجها وأخبارها بلغة عربية فصحى خالية من الأخطاء. وكذلك يزعجني نوع الخط المستخدم، فهو غير مريح للنظر ولا يتماشى مع نوع الخط الذي عادة يصاحب التعليقات على المواضيع أو الأخبار في الشاشة نفسها أعلى الشريط الإخباري. زملاؤنا في موقع bbcarabic.com احتفلوا الأسبوع الماضي بالزيادة المهمة في عدد زوار الموقع ومستخدميه، حيث أوضحت التجارب أن الإقبال على زيارة الموقع يزداد في أوقات الأزمات والحروب. ويفخر زملاؤنا في الموقع بأن الجمهور يبحث في مثل هذه الأوقات عن مصدر يثق به ويطمئن إلى حياديته فيتوجه إلى موقع بي بي سي. قبل الحديث عن أسباب ازدياد رواد موقع bbcarabic.com في الفترة الأخيرة، دعينا نتحدث أولا عن أن الهدف الذي كان موضوعا للقسم العربي لتحقيقه في نوفمبر من العام الماضي هو 300 ألف متابع لنا على الفيسبوك بنهاية شهر إبريل نيسان الماضي. استطعنا وبفضل جهود الزملاء هنا أن نحقق هذا الرقم قبل انتهاء الموعد، أي قبل أسبوع من نهاية شهر إبريل، ليصل عدد متابعي bbcarabic.com على صفحة الفيسبوك إلى 300 ألف متابع، والآن تجاوزنا هذا العدد ببضعة آلاف. هناك أيضا إنجاز آخر حدث في
في عدد رواد موقعنا على الانترنت وهو تجاوز 900,000 مستخدم اعتبارا من أول شهر إبريل نيسان، وأصبح هذا العدد باستمرار تقريبا هم من يريدون إلينا عبر صفحتنا على الانترنت، وتجاوز هذا العدد في بعض الأحيان المليون ويكلي يونيك يوزر، وهو المعيار المستخدم في البي بي سي، ومعناه أنهم من عدد من يرد إلى موقعنا عبر أجهزة كمبيوتر مختلفة. هذه الزيادة رصدت اعتبارا من بداية شهر إبريل ومستمرة حتى الآن، وفي رأيي ترجع إلى تطبيق الاستراتيجية الجديدة للأونلاين والتي تعتمد بالأساس على زيادة ما يسمى بالأوريجينال ستوريز، أي القصص المكتوبة خصيصا للأونلاين ولا تعتمد على الترجمة، بالإضافة إلى عدد كبير من التقارير التي يرسل بها مراسلون في مختلف عواصم العالم العربي. أيضا نتيجة لزيادة عدد معارض الصور، وهو طلب طالما طلبنا به جمهورنا في مختلف الأرجاء، كما فعلنا نوع من زيادة التعاون مع شركائنا في أجهزة الإعلام المختلفة عبر الوطن العربي، واستطعنا بذلك إلى الوصول إلى اتفاقيات تجعلهم يضعون قصصنا على الصفحات الأولى لمواقعهم، بالإضافة إلى عدد من التغييرات الأخرى التي شملت الاهتمام بالقصص ذات الطابع الإنساني، بالرياضة، وأيضا بالتفاعل عبر صفحتنا على الفيسبوك. فقرة جديدة أضافها برنامج فورتك، فقرة تقدم مشهدا تمثيليا ينفذ بواسطة تقنيات بصرية. هذه الفقرة شاهدها جمهور فورتك للمرة الأولى في الحلقة السابقة من البرنامج، وسوف يشاهدها في حلقات قادمة. في البداية أريد أن أنوه أن هذا العمل جد ممتع، وقد يستمتع به أي مصمم جرافيكس قد يقوم بهذا العمل، وقد استغرق التصوير يوم واحد، وباقي الإيديتينج والمؤثرات البصرية التي أضيفت استغرقت منا يومين. هذا الفيلم يأتي ضمن فقرة جديدة في برنامج فورتك، وهي مسمى فيديو تك، حيث سوف نحاول كل أسبوعين عمل فيلم جديد. يجب أن يحتوي هذا الفيلم على مؤثرات بصرية، ثم بعد عرض هذا الفيلم سوف نشرح كيف قمنا بهذه المؤثرات. المغزى من هذه الفقرة في برنامج فورتك هو إعطاء رسالة إلى المشاهدين أن مثل هذه الأفلام هي ليست بشيء المعقد، ويمكن الوصول إلى نتائج جدا جميلة باستعمال وسائل بسيطة، ممكن جهاز كمبيوتر في البيت وكاميرات صغيرة. من صنعاء نقدم هذه الحلقة آراء عينة عشوائية حول ما تقدمه بي بي سي. قناة البي بي سي هي القناة المنحازة دائما للحقيقة، وأعتقد أن تغطيتها الإخبارية لأحداث الثورة الشبابية الشعبية كانت يعني تتسم بالمهنية والدقة رغم الوضع الأمني والظروف الأمنية التي تعمل تحت وطأتها، ولكن استطاعت أن تقدم الحقيقة كما هي دون زيادة عليها أو نقصان. نحن وجدنا من قناة البي بي سي فأنها قناة فعلا مترفعة على كل الوصايا، وعلى أنها فعلا قناة حرة ونزيهة وتمثل الإعلام الحر. أنا بنظري لا توجد قناة محايدة، وهي طبعا تتميز عن كل القنوات الباقية. الأحداث هي تفرض على الإنسان. أنا الآن أنا مؤيد للثورة، ولكن عندما أشوف أخطاء من الثورة، وأنت كمذيع يعني في البي بي سي عندما تريد تشاهد أخطاء في الثورة تنقلها للبي بي سي ولا لا؟ تنقلها إلى الثورة، إلى البي بي سي. هذا الإعلام المحايد، هذا الإعلام ما يمنع ولا أنك تميل إلى الثورة،
ولكن ما يمنع برضو انك تكون محايد، تنقل وجهة نظر الطرفين. كقناة كانت هي الافضل، الاكثر حيادية، الاكثر نقل للحدث بتجرد. تعرضت منذ بعد التوقيع على المبادرة الى ضغوط، وتعرض مراسلها الى ضغوط كبيرة جدا، وكان هناك حرص من كلا الطرفي الأزمة في اليمن على الحصول عليها، ولا سيما بعد انهيار او نستطيع ان نقول ان تدني سمع تدني شعبية قناتين هن يعتبرين من اكثر القنوات ما قبل توقيع المبادرة في اليمن. ضيف الحلقة لهذا الأسبوع الفنان اليمني جميل القاضي. أعتقد أن الموضوعية والشفافية والجدية والمواكبة والحيادية والتميز، كل هذه الأمور لمسناها في تغطية البي بي سي. انتهى وقتنا لهذا الأسبوع، كونوا معنا الأسبوع القادم في حلقة جديدة مادتها الأساسية آراؤكم واقتراحاتكم، واكتبوا لنا على رأيكم @bbc.co.uk. تابعونا على التلفزيون والراديو والموقع الإلكتروني. إلى اللقاء.